شركة قمة العربية للتوظيف بالخارج ترخيص 356 تعلن عن فرص عمل في المملكة العربية السعودية. أولاً، مطلوب ميكانيكي معدات ثقيلة. ثانياً، مطلوب ميكانيكي سيارات نقل ثقيل. المقابلة يوم الخميس 2/1/2020 الساعة 2 عصراً في مقر الشركة. لإرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي وللتواصل والاستفسار على الأرقام التالية: عنوان مقر الشركة 1127 كورنيش النيل بجوار مبنى الإذاعة والتلفزيون الدور الثاني.